السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل يا شيخ عن حكم الذهاب للتعليم عند مدرسة لكنها متبدلة. أنت كم عمرك يا فتى؟ 17. 17 تذهب تدرس عند معلمة دروس خصوصية متبرجة؟ لا ليست خصوصية، أمال إيه؟ عادية، دروس عادية، مجموعة كبيرة، ممكن 50 نفر أو حاجة. والله أنا أنصحك ألا تفعل، أنت شاب وهي امرأة وأنت ستنظر إليها، فأنصحك ألا تذهب إلا إلى رجل تتعلم منه. شكرا.